السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله حديث في موضوع الميديكال جينيتكس. إن شاء الله هنتحدث اليوم على طبيعة الجينيتك ترانزميشن في مفهوم مندل انهيريتنس، وكذلك إن شاء الله هنتحدث على الكومبلكسيتي اللي طبعا موجودة من خلال طبعا الأمثلة اللي هنذكرهم، اللي هي بتحاول تعمل عملية نوع من الديفيشن، خلينا نسميه نوع من الانحراف على موضوع مندل جينيتكس. يعني بأخدوش اللي هو قوانين مندل على إطلاقه، إنه يكون في هناك يعني وضوح، لابد يكون في عنده هناك other factors that are involved في موضوع الانهيريتنس زي ما هنشوفها، وهذا اللي بيعطي الأمر موضوع الكومبلكسيتي. طبعا ممكن تحدثنا المرة الماضية في موضوع الاكس كروموسوم ان اكتيفيشن والميكانيزم بتاعت الاكس كروموسوم، وكذلك تحدثنا في طبيعة الون الليل از نوت انف، تمام، على اساس انه ما يعمل ليش ديزيز. فبيجي بيتحدث لي هنا على المندليان انهيريتنس اند باترن جينيتك ترانسميشن. طبعا في موضوع معرفة اللي هو الترانزميشن اوف ذا جينيتك ماتيريال فروم وان جينيريشن تو انذر، تمام. طبعا الخلفية بتاعتنا من باب مندل انه في عندنا سنجل جين تريد، تمام. هذا الانتقال من جيل الى اخر اللي هي عبارة عن صفة وراثية تنتقل من الى زي ما كان يحصل، عفوا، من جيل الى اخر بمفهوم مندل اللي خلال الدراسة بتاعته طبعا على موضوع البازيلا استنتج هذا الأمر من خلال قانونين هنذكرهم في هذا الجانب. الفكرة بتاعت يعني الجينيتك ترانسميشن هي هذا أساس، يعني ما زالت موجودة فكرة مندل بمفهوم انتقال صفة وراثية من جيل إلى جيل، تمام، بشكل انتقال الجين هذا من جينيريشن إلى آخر، وطبيعة الانتقال كيف وضحها. ولكن هذا الأمر صحيح موجود، ولكن يصحب شوية تعقيدات نتيجة يعني أشياء ممكن ما نلاحظش أنه والله صفة وراثية انتقلت من جيل إلى الجيل اللي بعده، ممكن ما انتقلتش من جيل بعد، انتقلت في الجيل اللي ما بعد هذا الجيل، زي ما نقول والله صفة انتقلت من الأجداد ما بنتقلش للآباء، لكن ممكن ينتقل من اللي هو او تيجي له اللي هو الاحفاد. هذا امر وارد في موضوع الانهيريتنس. ليش؟ طبعا بصاحبه طبعا في عندنا عوامل معينه هنتحدث عنها بشكل او باخر. طيب فالفكره هنا انه طبعا بتاعت مندل بانه في عندنا انتقال بنسبه معينه، تمام، من جيل الى اخر طبعا للصفات الوراثيه، وهذا طبعا كان هو مفهوم سنجل جين ترانسميتنس، يعني في عنا جين ينتقل من الى. ان جنرال طبعا لما اجوا درسوا الديزيزز اللي لها علاقه بالجينيتكس وجدوا صحيح تقريبا انه في عنا ما يقرب من مور ذان 90%، تمام، اللي هي عباره عن مشاكل سنجل جين ديس اوردر، تمام، في الانسان موجوده قبل فتره طبعا بيفور بيوبرتي. وجدوا كذلك تقريبا 1% ممكن تكون موجودة عندنا بعد اللي هو عملية، خلينا نقول فترة اللي هو نقول ما بعد اللي هي فترة الانقطاع المحيض، أو بالمعنى الأصح اللي هي فترة the end of the reproductive اللي هي عملية الخصوبة بشكل أو بآخر. هذا الأمر طبعا موجود بنسب معينة، ولكن زي ما قلت طبعا في هناك أشياء أخرى لها علاقة بالجينيتك ترانسميشن، تمام، ما بنقدرش ناخدها على إطلاقها بأنها سنجل جين ديس أوردر، في سيرتين كومبليكيشن. الصيغة المتعارف عليها واللي احنا بنعرفها طبعا جميعا في موضوع الترانسميشن، بنعرف انه احنا في عنا على سبيل المثال، نطلع على المثال الموجود عندي هنا، انا في عندي على سبيل المثال أزواج، واحد منهم تول والثاني إدوارد،
يعني في قزمية. إذا بنلاحظ هنا بيجي بيقول لي هذا الوضعية إنه أنا لما بجي أعطيك صفة أقول عنك أنت تول أو أنت عندك توارث في قزمية، أنا في الحالة هذه بقول عن الفينوتايب بتاعتك، تمام، الفينوتايب بتاعتك، لكن بتحدث في نفس الوقت كمان على طبيعة الجينوتايب. إذا وكأنه بتقول لي إن في عنا فينوتايب وفي عندي الجينوتايب، والجينوتايب بتاع كل شخص هنا بمفهوم السنجل جين طبعا إنه تتشكل من تو أليلز، تمام، تو إيش؟ تو أليلز. فإذا بنلاحظ عندنا هنا التي كابيتال، تي كابيتال توصف إنه والله هؤلاء يعني هذان اللي هو الأليلز، تمام، موجودين عندنا بحيث إنه يكونوا دوميننت، يعطوني صفة الطول سواء كان عند الليل بتاع الفادر أو المدر لهذا الشخص. هنا في عندنا ناس عندهم دوارفيزم، تمام، اللي هو القزمية، بأنه التو الليلز اللي هم مين؟ نفسهم هذولا، تمام، في عندهم مشكلة بحيث أنه لم يعني يعطي اللي هو الطول الموجود عندنا. إذن الآن لما بيحصل عندي عملية التزاوج in general في هذه الوضعية، فأنا بلاحظ الجينيريشن الأولاني، تمام، عندما التقي هذه الجميت، طبعا الجميت هنا زايغوت اوكي او اعتبره عفوا الجميت عندي عباره عن اوفا او سبيرم، سوري، اوكي. هنا اذا كانت عندي اوفا حتاخذ اللي هي التي كابيتال، او اذا كانت عندي مثلا دوارف في عندنا حتاخذ سمول كابيتال. في عمليه الميتنج هيقطع عندنا الجينيريشن، طبعا مش عايز يعني فلسفات، واضح انه اغلب الجينيريشن حيكون ما بين هو صحيح طول لكن يحمل تو الليلز، الليلز له علاقة باللي هو التول، والليلز كمان في عدمية الطول انه في عنده اللي هو ادوارفزم. ولكن ان جنرال بيجي بقول انه الجينوتايب تاع هذا الشخص اللي هو عبارة عن تي كابيتال تي سمول، لكن عندي انا التي كابيتال هو السائد، تمام، فعشان هيك بتكون في عندي هناك في عندنا تول. الجميت الآخر الآن عندما يلتقي عندنا تول لكن بوضعية هذا الجينيتك ماتيريال بتاعته الجينوتايب، تمام، يحصل عندي هناك تزاوج مع شخص آخر برضو عنده نفس القضية، فأنا باجي بقول هنا الزايغوت أو عفوا الاوفا او السبيرم حيكون عندي واحد منهم حامل تي كابيتال تي سمول، وكذلك هنا تي كابيتال تي سمول. الان هذا حيكون عندنا موجود وحيعطيني احتماليه، يا اما يكون عندنا صار فيرتلايزيشن من التي كابيتال مع التي كابيتال في الاخر، يا اما التي كابيتال مع التي سمول، تمام، يا اما التي سمول هنا مع التي كابيتال والتي سمول مع التي سمول. فبقول لي في الجينيريشن الثاني أعطاني من 3-1 اللي هم عبارة عن 3 تول، وطبعا في عندنا واحد عنده دوارف. هذا اللي هي بسموها البانت سكوير اللي احنا طبعا عارفينها ودرستوها في المراحل السابقة من خلال دراسة الثانوي. هذا أمر أوكي موجود ومتعارف عليه في موضوع انتقال الصفات الوراثية. بيجي بيقول لي هنا The pattern of Mendelian transmission comes from the fact that human are diploid. طبعا الهيومن diploid. ايش يعني diploid؟ انه انا في عندي اللي هو two alleles موجودات. Inherited a complete set of genes from each parent. طبعا من البيرنت اكيد حينتقل عندي اللي هي البيرنت الفادر والمدر، حيعطوني الصفات الوراثية بشكل او باخر. فإن جنرال بيعطيني إشعار بأنه تقريباً أكثر من 12,000 characteristics of disorder، مشاكل ممكن تحصل عندنا نتجلي من الميوتيشن of single gene، تمام، أنه في عندي طفرة صارت. يعني مثلاً أجي أقول مثال من الأمثلة، واحد عنده تلاسيميا، واحد عنده single cell anemia، طبعاً هذا سببه أنه والله الجين المسؤول عن بيتا، تمام، في عندنا صار في مشكلة طفرة سواء كان حذف النيوكليوتايد، استبدال النيوكليوتايد، أو لهم مجرة. هذا الكلام موجود بمفهوم single gene disorder، لكن في هناك other problem، تمام، disorder مش شرط تكون
one single gene disorder, maybe multiple gene disorder في هذا الموضوع. نقطة أخرى بيجي بيقول لي مندلز لو. مندلز لو طبعا من باب المعرفة لأنه هذا الكلام إحنا عارفينه، بيعطيني two laws, law of segregation و law of independent assortment. تمام، law of segregation mean that each individual, each and كل إنسان possess two units of inheritance for each character. يعني إيش عايز يقول لي؟ بقول لي كل إنسان عنده two genes، يعني two alleles مسؤول عن كل واحد، طبعا هم على نفس الصفة ولكن هم التنين موجودين عندنا، لكن واحد من هدول الجينز أو واحد من هدول الأليلز تمام ترانسميتد للأوفسبرينج. هذا كلام واضح من خلال طبعا الصورة الموجودة عندي، زي ما هنا هذا شخص عنده تو أليلز، تو جينز، كل جين ينتقل في السبيرم هنا والسبيرم الآخر أو الأوفا أو الأوفا الأخرى على سبيل المثال. هذا الكلام واضح، وتنتقل هذه الصفة من جيل إلى آخر. شغلة تانية بيقول لي في لو آخر اسمه law of independent assortment اللي هو الاستقلالية. تمام، بيقول لي genes at different loci segregate independently، يعني بيقول لي هناك الجينات منفصلة عن بعض على داخل على في داخل مثلا الكروموسوم بشكل أو بآخر، وبتاخد its own location. تمام، وهذا الوضع مش هيحصل طبعا اذا كان يعني انها تاخد هذا الكاركتر تاعتها اوكي وتعطي الصفه تاعتها اذا كان مثلا مرتبطه مع اللي هو جين اخر موجود عندنا. فالعايز يوضح هنا انه الجين يعني يعمل بشكل منفصل تمام، ولكن لن يتم هناك اللي هو الاكسبريشن بتاع هذا الجين في حالة ما يكون عندنا مرتبط مع جين آخر. هذا اللي بيحصل عندنا في اللي هو استقلالية كل جين عن آخر. ممكن احنا نقول في بعض من الأشياء موجودة عندنا تمام بنلاحظ فيها انه ارتباطات الجينز مع بعض هو ارتباطات من باب مسؤوليتهم عن الصفة الوراثية بشكل عام. يعني ممكن الجينات يعني يرتبطوا من باب المنتج الموجود عندي، يعني ممكن يكون عندي جين موجود على سبيل المثال على كروموسوم واحد مع كروموسوم إكس مع كروموسوم ستة مثلا، ومجتمعينها هذه الكروموسومات مع بعض من باب يوجد هناك عندنا جين في كل واحد من هذه الكروموسومز، وهو اللي ساعد في يعطيني الصفة الوراثية بتاعتنا. لكن بشكل عام طبعا أنا في عندي أنا تو أليلز موجودات أوكي، بشكل عام عندي تو أليلز موجودات أز بنقول عنهم هومولوغس من خلال هومولوغس فيهم تشابه، لكن مش شرط هدول الأليلز يكونوا طبعا ايدنتيكال، هذا اللي احنا بنعيش فيه وبكون موجود عنا. وطبعا هذه الأليلز طبعا هي المسؤولة عن إعطاء الصفة الوراثية. الصفة الوراثية تيجي بمعنى فينوتايب، تيجي بمعنى إيش الفينوتايب. فالفينوتايب عنا اللي هي عبارة عن الفيزيكال كاركتر لمين، لا اللي هو الجينوتايب الموجود عندي. وإحنا ذكرنا طبعا في هذا الموضوع بالنسبة لمندل في الفيرست لو انه انا الفينوتيبك عندنا لما حصل انه في عندي انا وجود الليل تمام، هذا الليل مسؤول مثلا عن الطول، هو حيعطيني صفة طول. الليل مسؤول عن القصر حيعطيني برضو نفس الاشي قصر. هذا بالنسبة لموضوع الليل بالنسبة لموضوع المندلز لو في الفيرست في الفيرست لو، وهذا حينتقل من جينيريشن الى جينيريشن. بالآن كمان الفينوتايب لو نعكسها على مندلز لو اللي هو القانون الثاني اللي هو يسموه لو اوف اندبندنت، له علاقة في موضوع الانتقال لصفتين وراثيات
زي ما كان يتحدث مثلا مندل بأنه مثلا لو التقت مثلا نبتة حمراء مع قصور مع نبتة أخرى مع بيضة مثلا مع تول، تمام، هنا بيقول لي الصفات الوراثية هذه تمام تنتقل مستقلة عن بعض، يعني يا إما يطلع عندك أحمر طويل أو أبيض طويل أو مثلا أحمر قصير وهلما جرى، تمام. يعني هو كان بيقول الصفة الوراثية، يعني كل جين بيعطيني صفة مستقلة بحيث إن على طول تعطيني الفينوتيبك بتاعتها، تمام. وهذا الكلام طبعا هو عليه كويشنبل، ليش؟ لأنه في كومبليكيشن موجودة هي اللي خلت اللي هي إضافة أو يعني بالمعنى الأصح إضافة لمندلز لو. واضح؟ إذا الفينوتيبك بيكتشر قلنا هي ممكن يكون وان جين يعطيني صفة صحيح، تمام، هذا هو واحد القانون الأولاني. القانون الثاني أنه لو كان عندي حتى أكثر من صفة حتكون الصفات مستقلات بأنها تظهر عندي في الجيل اللي إحنا بنحكي عنه في موضوع قانون نمبر 2 لمندل اللي هو بسموه له أوب إندبندنت أسورمنت. إذا هذا بالنسبة لموضوع الفينوتيبك بيكتشر. الشغلة الثانية في موضوع البوليمورفيزم، نتحدث على البوليمورفيزم. البوليمورفيزم هو عبارة عن جينيتك ماتيريال، تمام، موجودة. إيش يعني؟ أنا بقول في عندي الإنسان عنده تو أليلز، تمام، وممكن يكون الأليلز المسؤول عن جين اعتبر بيتا اللي جاي من الأم، وكذلك الأليل الموجود من مسؤول عن جين بيتا جاي من الأب، تمام. ممكن التنين يكونوا إيش؟ هومولوغاس، متشابهين لكن ممكن ما يكونوش ايدنتيكال. هذا الامر بيقولوا عنه عباره عن بوليمورفيزم، ومش شرط يكون هذا البوليمورفيزم باثولوجيكال. يعني مثلا توضيح الصوره اكثر، يعني ممكن اجي اقول والله مثلا بيتا جلوبيولين جين طوله تقريبا 2 كيلو بيس بير، ممكن عند نقطه معينه اقول مثلا رقمها 100 نيوكليوتيد، انا رقم 100، هناك يوجد سي في الاليل اللي جاي من الام، لكن في الأليل اللي جاي من الأب، تمام، ممكن تكون بدل السي تي. لكن هل هذا ممكن يأثر؟ مش شرط، مش شرط. ليش؟ لأنه ما لوش علاقة، ممكن يكون باللي هو الكودونز بشكل أو بآخر، أو أجد هذه النقطة في موقع ما أثرش على طبيعة اختلاف الأمينو أسيد الموجود عندي، تمام. على هذا الأساس طبيعة البوليمورفيزم مش شرط تكون باثولوجيكال، لكن في نفس الوقت ممكن تكون باثولوجيكال. يعني أنا بجي بقول في كودون 6 على سبيل المثال في البيتا جلوبيولين جين، إذا في عنا نقطة معينة في الكودون 6-1 من النيوكليوتايد أثرت بيعطيني مثلا أمينو أسيد جديد، وهذا ممكن يعطيك سيكل سيل أنيميا على سبيل المثال. أو مثلا نيوكليوتايد موجودة في منطقة الكت بتاعت الانترون، بداية الانترون، وهذا أعاق الكت، معناته أعاق التكوين بتاع اللي هو الجين وأعاق التكوين بتاع البروتين بتاعت البيتا جلوبيولين بروتين، تمام. إذن البوليمورفيزم أوكي ممكن يكون عبارة عن نورمال بدون أي مشكل، وفي نفس الوقت ممكن يكون باثولوجيكال اعتمادا على وين هذا البوليمورفيزم حصل عندنا، تمام. إن شاء الله تكون الصورة واضحة. في عندنا هناك تعابير أخرى طبعا نحاول نأكد عليها. موضوع ريسيسيف، ريسيسيف تريت is only expressed in homozygous individual who inherit a mutant allele from both parents. إيش يعني؟ بقول عندما تتحدث على وراثة متنحية بالمعنى بالترجمة، لازم يكون عندك التنين الليل، تمام، موجودين ومضروبين في نفس الوقت، تمام. يعني في عندنا تو الليلز، التنين هذول الليلز في عندهم ديفكت، ولا تظهر الصفة الوراثية إلا إذا كانت تو الليل إيش بيكون عندهم مشكلة dysfunction، تمام. وعلى الأساس بيقولوا هذا اسمه recessive inheritance. وطبعا في عنا لوت من هذا الجانب من الأمثلة موجودة عنا وبتوضح لي هذا الأمر، تمام. زي موضوع التلاسيميا على سبيل المثال، على أساس أن أقول أنا في عندي تلاسيميا عظمى، تمام، عند بعض من الأشخاص، لازم أتأكد أنه في عندي التو alleles بتاعت البيتا جلوبيولين جين عند الشخص هذا تو أليلز فيهم مشكلة كبيرة. على هذا الأساس ظهرت الصفة الوراثية إنه هذا عنده تلاسيميا عظمى. الدومينانت تريت لا، إنه لو كان عندي واحد من الأليلز مضروبين ممكن يأثر على الصفة الوراثية، تمام. إذا الدومينانت بروبلم، تمام، إنه بيحصل عندنا هذه المشكلة. يعني مثلا على سبيل المثال
باجي تحدثت انا قلت انا مثلا في عندي تو alleles لجين مسؤول عن كاينيز انزيم، او بلاش اقول مسؤول عن كاينيز انزيم، مسؤول عن مستقبل لهرمون او ما شابه ذلك. لو كان عندي واحد من الاليلز مضروبين تمام، معناته المنتج بتاع الريسبتور حيكون نص المنتج المطلوب. وكذلك مثلا لو انا بحكي على كاينيز انزيم، الكميه حتكون تقريبا نصفها لانه القليل الاخر مضروب. فمعناته هذا النقص اثر انه يظهر عندي مشكله. اذا عرض الاساس هذا بيكون مسمو دوميننت بروبلم، تمام ان شاء الله تكون واضحه. لكن باجي بقول اذا كان انا عندي تفكير انه ممكن يكون الدوميننت بروبلم اذا كانت هوموزايغوس، يوجوالي الهوموزايغوس بروبلم لما بتكون دوميننت اعرف انه هذا ممكن يؤدي الى وفاه، ممكن يؤدي الى ايش، الى وفاه تمام. لكن في الوضع الطبيعي بيؤدي الى حاله مرضيه لو كانت واحد من الاليلز مضروبه تمام. في عندنا مصطلح اخر اسمه كودوميننت. ايش يعني كودوميننت؟ ها كودوميننت اف تو الليلز ويل برودوس ا برودكت اور دوميننت اور ريسيسيف لايك اي بي يو. يعني مثلا هذا الكلام طبعا ما كانتش واضح الامور عند مندل ما يقرب من 100 وشيء عام. اوكي بقول لي انا تو جينز موجودين اوكي، لكن التنين اعطوني في الاخر صفه وراثيه، اعطوني صفه، قالوا لي انه انا والله دمي انا اي بي. ايش يعني اي بي؟ انه انا والله دمي اي بي بحيث انه اجاني انتجين اي على الخليه من انزيم معين من جين معين، وجاني انتجين بي على سطح الخليه بشكل او باخر بمفهوم بسيط. فمعناته صار في عندنا ايش؟ اشتراك في هذا الامر. اذا تو الليل اكزيست تمام، تو الليل ايش عندي اكزيست، ما حدش فيهم لغى الاخر تمام، ما حدش فيهم ايش لغى الاخر. في عندنا حاجه بسموها انكومبليت دوميننت. ها هذا الكلام شويه نوعا ما كان في مشكله في التعبير عنه عند مندل تمام. incomplete dominant على سبيل المثال if phenotype is due to the heterozygous genotype and it is severity is different from phenotype of both homozygous and heterozygous. يعني بيجي بقول لي بمثال آخر إذا كان عندك أنت مثلا على سبيل المثال هنا تحدث إذا كان مثال من الأمثلة بيحصل إنه بعض أحيان أنت بتلاحظ بعض من الورود مثلا لونها زهري، لا هي حمراء ولا هي بيضاء، معناته انه احنا في عنا انكمبليت، لا الاحمر سائد ولا الابيض سائد تمام. اذا التنين عباره عن لونين اشتركوا مع بعض واعطوني لون اخر، الفينوتيبك اختلفت تمام. هذا مصطلح بسموه ايش؟ انكمبليت دوميننت تمام. انكمبليت ايش؟ دوميننت. لا هم يعني لا الاحمر دوميننت ولا الابيض دوميننت، فالتنين اشتغلوا مع بعض واعطاني هذا الوضع تمام بشكل او باخر. اذا هذا المقصود في incomplete dominant، لا احنا homozygous ولا احنا as a heterozygous عشان ما تظهرش او عشان تظهر بشكل كلي. فظهرت عندي مثلا صفه اللون مثلا الزهري وقال هذا امر له علاقه بانه التنين اثروا في الفينوتيبك بيكتشر، مش شرط يكون واحد فيهم سائد عن الاخر. إذن هذه المصطلحات بتحاول تقرب الفهم أكثر لإيش إحنا بنلاحظ في موضوع الكودومينانت والإنكمبليت دومينانت. كودومينانت إنك أنت موجود، أنا أنتجين A أنتجين B برضو أنا موجود، ما حدش إيش لغى الآخر. الإنكمبليت طبعا بقدر أقول إنه أنا مش سائد يا أحمر مثلا، وكذلك الأبيض أنا مش سائد، إحنا التنين خلينا نشترك في الصفة الموجودة عندنا إنه بوت mixture of the alleles تمام. هذه المكسشر of the alleles لاحظناهم في الفينوتيبك بيكتشر الموجودة عندنا. هيميزايغوس a male has an abnormal allele for a gene located on the X chromosome and there is no other copy. طبعا الإنسان يكون عندي ميل، الميل أوكي تكون المشكلة لو أنا قلت عندي X chromosome problem على طول حتبين عندي المشكلة. ليش؟ لأنه أنا في عندي 1X. ها اذا ما اقدرش اقول في عندنا هنا ريسيسيف على مستوى الميل او دوميننت اذا كانت الصفه موجوده عندي على مستوى ايش الاكس كروموسوم تمام. لا انا حتكون عندي هنا عباره عن هيميزايغوس بروبلم تمام، بمفهوم انه 1 اكس موجود عندي. لو كانت عندي مشكله اعرف انه البروبلم حتظهر عندي في الفينوتيبك بيكتشر، مشكله على مستوى جين الموجود في كروموسوم اكس
بشكل أو بآخر. وكذلك إذا كان عندي مشكلة اللي هو جين مسؤول عن كاركتر معين في كروموسوم واي على سبيل المثال، مسؤول عن الفيرتيليتي، إذا كان مضروب هذا الجين معناته أنه في عندي انفيرتيليتي، ما فيش عندي أدر واي كروموسوم. على الأساس بعطي التعبير هيميزايغوس اللي هو عبارة عن يعني صفة متفردة من خلال وان ألي. هذا الكلام طبعا هي عبارة عن إضافات لمفهوم مندلز لو. مندلز لو طبعا واضحة معالمه، صفة تنتقل من جينيريشن إلى آخر، مسؤول عنها طبعا الليل. والشغلة الثانية أنه أكثر من صفة في القانون الثاني ممكن ينتقلوا مع بعض، تمام، وكل واحدة منهم مستقلة عن الأخرى، تمام، مستقلة بشكل أو بآخر عن الأخرى. لكن الآن لما تحدثنا عن الكو دومينانت والإنكمبليت دومينانت شوية أضاف لمندل. كمان في عنا إضافة شوية تعقيد للأمر، إنه في عندي complexity للمندل تريت. ها complexity. although single gene trait are transmitted، طبعا مفهوم في single gene pure ينتقل من إلى ككاركتر، تمام، ولكن إيش بقول لي هذا الكلام شفناه. so genes are inherited independent but in human، هذا الكلام كان موضوع عن البازيلا، but in human a number of phenomena، ها بنلاحظ ظواهر مختلفة، تمام، تعمل deviation من هذا الوضع، تمام، اختلف عن مفهوم اللي هو مندلز لو بعدة مفاهيم موجودة عندنا. في عندنا مصطلحات بتعمل يعني هذه المصطلحات هي خلينا نقول تعمل deviation عن مندلز لو. مصطلح اسمه بنترانس، نون بنترانس، موزايكيزم، انتسيبيشن، امبرينتينج، اند نيو ميوتيشن. نحاول نشوف هذه المصطلحات وإيش معنى هذه المصطلحات. بنترانس and expressivity، إيش يعني بنترانس؟ بشكل بسيط هي عبارة عن ظاهرة، أوكي، is a phenomena for an individual with a particular genotype، يعني في عندي أنا certain gene هيعطيني منتج، تمام، the phenotype is affected to some degree either present or not at a particular time. ايش بقول لي؟ بقول لي انا صحيح في عندي جين مسؤول عن صفه وراثيه، لكن هذا الصفه الوراثيه ممكن تحصل عند وقت معين موجود عندي انا الصفه الوراثيه هذه، لكن ما بينتش عندي عند سن معين، ممكن بينت عند سن متقدم على سبيل المثال. ها اذا انه الجين المسؤول عن الصفه الوراثيه انه ممكن يصير في عندنا نوع من الديجري، تمام، بالنسبه لوجود الصفه الوراثيه، ممكن هذه الصفه الوراثيه وجدت الان في فتره معينه من العمر بشكل خفيف، لكن مع تقدم العمر وجدت بشكل اكبر عند الشخص نفسه، تمام، اذا هذا اللي بيحصل. او مثلا عند نقطه معينه من العمر ما بينتش اطلاقا بيحصل، لكن بينت عنا في اللي هو بعد سن معين. هذا الكلام وارد في تعبير موضوع البنترانس، تمام. الآن النون بنترانس إنه الصفة الوراثية موجودة، تمام، عفوا مش عفوا سوري، الجين المسؤول عن الصفة الوراثية، تمام، أو عن الحالة المرضية موجود، ولكن هذا الجينوتايب ما أظهرش الفينوتايب البروبلم، تمام. وكأنه إيش بقول لي أنا؟ بقول لي وكأنه في عندنا حاجة بسموها skip generation. إيش يعني skip generation؟ اللي هو في الصورة بقول لي، وهذا الكلام إحنا دائما نتحدث عنه ويتحدث عنه العلماء من خلال حاجة نيجي بس نطلع عفوا على الصورة هنا. هنا في عندنا وراثة موجودة، هذا generation الأول. إذا بنلاحظ في generation الثاني هنا طلع الابن، هذه صفة الابن عفوا نتحدث عنها بعدين في البيدجري في شجرة العائلة، ما فيش عندي عنده أي مشكلة. لكن في الجيل اللي بعده بعد ما تزاوج هذا الشخص بيّن عندي المشكلة الموجودة عندي في عند الجد. إيش معناته؟ معناته في عندي نون بنترانس، وهذا الأمر الصحيح بيحصل بسموه نون بنترانس أو إنكمبليت بنترانس، تمام، في خلال انتقال الصفات السائدة الدومينانت، تمام. احنا مش قلنا في عندنا ريسيسيف ديس اوردر ودومينانت ديس اوردر؟
هذا الكلام بيكون موجود اكثر في الدوميننت ديس اوردر اللي هي مفهوم النان بينترنس. نان ايش؟ نان بينترنس. اذا بيجي بقول لي تريت سين ان ا تشايلد اند ا جراند بيرنت زي ما شفنا توا بالضبط، بيرنت نفسه از نوت افكتد. لما شفنا توا الجد عنده، الاب ما عندوش لكن الاطفال عندهم. ليش؟ لانه اكيد في عندي ظروف معينه حكمت الشيء. هذا الامر شويه كان خارج عن قدرات مندل وامكانيات اللي كان يقدر يتحدث فيها مندل، ولكن طبعا هو اسس لمفهوم الانهيرتنس. محدش بيقدر ينكر انه مندل هو الفادر اوف انهيرتنس. طيب الان ايش بيقول لي سام فينوتايب ديسبلي ايش ديبندنت بينترنس؟ بيقول لي انه هذه الظاهره ممكن تكون لها علاقه بالعمر، عند عمر معين او ما شابه ذلك يختلف من الى. بعض الاحيان ممكن يكون لها علاقه، تمام، قلنا مع الايج، لها علاقه في اللي هو الايج، ممكن عند سن معين هم اطفال ما بينتش، لكن عند سن اكبر بصير. بيحصل بعض احيان الناس عندهم مشاكل في الصفات الوراثيه، ما تشوف انه والله عند الناس معين بيقول لك بيكبروا بعد هيك مثلا بيتكرسحوا، بيكبروا بموتوا. على سبيل المثال ما كانتش موجود المشكله في الصغر، اذا معناته الايج له علاقه في اظهار الصفه. وكانه ايش معناته؟ انه في عندنا وكانه other factors are involved في موضوع الانهيرتنس، مش بشكله المطلق اللي احنا بناخده بمفهوم مندل انه خلص صفة نقلت، عفوا جين بروبلم نقلت لي مثلا كاركتر، نو. اذا ممكن يحصل عندنا هذا الوضع. Many individuals who carry a disease بقول لي هنا causing mutation don't manifest the phenotype until later in life. بيحصل هذا الكلام بيكون موجود عندنا. تمام. This is a typical of a disorder. مثلا بقول لي أمثلة على هذا الأمر، في عنا مرض اسمه adult polycystic kidney disease، ناس عندهم زي نوع من الأكياس في داخل الكدني موجود. هذا example في incomplete penetrance، ما بيبينش عنا بسن معين. بعض الأحيان ممكن يكون breast cancer مثلا بخلال سن معين بيظهر، لأنه ممكن يكون عنا هناك ظروف معينة ساعدت. ريتينوبلاستوما بعض من انواع الكانسر في الريتينا الشبكيه. هيموكروماتوسيس ايش يعني؟ هيموكروماتوسيس، هيموكروماتوسيس اللي عباره عن اللي هي هذه الصفه برضو، تمام، موجوده في اللي هو ترسب الحديد على الاعضاء بتاع الجسم، تمام، لكن ممكن يكون في اختلاف من الميل للفيميل في وجود الفينوتايب بتاعت هذه المشكله، هنتحدث عنها ان شاء الله ليتر اون. Cause of incomplete penetrance بقول لي سبب ال incomplete penetrance is the genotype is that the genotype does not act in isolation as the gene interact with wild type allele. يعني ممكن بقول لي wild type allele الموجود سليم الثاني وما أثرش بشكل أو بآخر، أو مثلا صلح أو ما بينش عندي أي مشكلة. Interact with other loci، ممكن يكون other loci need، يعني ممكن جين آخر في كروموسوم آخر مطلوب يساعد في ظهور الصفة، ما كانش هذاك فيه بروبلم لكن بعد فترة معينة صارت فيه بروبلم فظهرت الصفة. ممكن يكون environment تعرضنا لمشاكل، وهذا الأمر طبعا له علاقة في موضوع الانهيرتنس على مستوى الكانسر، يعني تعرضنا مثلا لانفيرومنتال بروبلم على سبيل المثال من ناحية توكسيستي راديشن هلما جرى. عندنا مصطلح اخر اسمه اكسبريسيفيتي. ايش يعني اكسبريسيفيتي؟ بقول لي انا في عندي هنا، تمام، يوجد which refer to the degree of phenotypic expression severity from an individual to another with the same genotype. يعني مثلا نيجي بنقول والله هذا انسان عنده ديفكت في جين، تمام، او عنده جين مسؤول عن صفه اكس، لكن عند احمد تختلف عند محمود على الرغم انه هذه الصفه الجين مسؤول عنها، او الديفكت هذا نفس الشيء حاله مرضيه، لكن حده الحاله المرضيه عند احمد تختلف عند محمود، تمام. معناته انه في عندنا ايش؟ هذا ممكن يكون هناك other factors في عندنا في هذا الموضوع. اذا الاكسبريسيفتي هي عباره عن توصيف للفينوتيبك بيكتشر، حده التوصيف او حده الفينوتيبك بيكتشر تختلف من الى، وكذلك طبعا السيفيريتي ممكن المقصود فيها تختلف من الى. Variable expressivity of the phenotype. Same phenotype but different disease severity. يعني أنا مسؤول عن disease معين كجين في عندي problem،
لكن السيفيرتي عند احمد اختلف عند هذا، ممكن له علاقه بالايجينج، له علاقه باضر جينيتيك لوكاي بروبلم، هذا ممكن يكون عنده الجين اخر مضروب بشكل مسؤول في كروموسوم طبعا اخر بيساعد في ظهور الصفه الوراثيه بشكل اصعب، هذا الانسان الاخر ما عندوش مشكله في الكروموسوم الاخر فمعناته الحده تختلف، هذا تعرض للانفايرومنتال كونديشن، هذاك ما تعرضش للانفايرومنتال كونديشن عشان هيك ما ظهرتش عنده الحده بتاعت الصفه الوراثيه، هذا جانب من هذا الامر. موزايكزم، ايش يعني موزايكزم؟ مين تو سيل لاين ديفرنت جينيتيكلي كم from single zygote mutation that occur during proliferation in somatic cell or during gametogenesis. ايش يعني بقول لي؟ بقول لي يعني ايش بيحصل الان، انت الخليه تاعتك او الزايغوت اللي بتكون عندنا هو عباره عن مجموعه خلايا، تمام، بعد ما يصير هناك fertilization. بقول لي بيحصل عندنا سواء كان على مستوى السوماتيك سيل، يعني الان الزايغوت تكون، والزايغوت اللي عباره عن مجموعه خلايا، وهذه الخلايا ممكن يحصل في جزء منها، يعني هي الخلايا في الأصل أجت من سبيرم وأوفا سليمين، تمام، لكن ممكن يحصل نتيجة الانقسامات جزء من هذه الخلايا صار في عنده مشكلة وجزء آخر ما صارش، وكأنه في عندي بابيوليشن من السيلز، تمام، صار عندها مشكل وبابيوليشن آخر ما فيش عندها، هذا بسموه موزايكزم، وهذا الكلام ممكن يحصل على مستوى السوماتيك سيل بعد ما يتكون الزايغوت، أو ممكن يحصل من خلال عملية الجيميتوجينيسيس على ما نحكي على مستوى سبيرم، ممكن في خلال عملية الجيميتوجينيسيس واحد من السبيرمز صار فيه بروبلم نتيجة كروسينج أوفر، فيه مشكلة نتيجة تأثير ظروف معينة في داخل السيتوبلازم وهلما جرى، تمام، سواء كان لهذا أو لا أوفا على سبيل المثال. إذا الموزايكزم إنه بكون عندي أنا two more than one population، تمام، لكن جياني طبعا من زايغوت واحد سينجل زايغوت طبعا من هذه الخلايا، ممكن يكون هذه البابيوليشن فيها بروبلم والبابيوليشن الاخرى ما فيش فيها بروبلم، وهلما جرى ممكن يحصل ايش بسموه مش سوماتيك جيرم لاين موزايكزم، انه مشاكل على مستوى الجميد سواء كان سبيرم او عندي انا اوفا، تمام. تمام، وهذا يعني بيقول لي انه هذا الامر لو صار هيعمل لك خلل عند اعضاء معينين واعضاء اخرين ممكن يكون فيش فيه مشكل، لانه القضيه مش عامه على جميع الخلايا، لانه ممكن يحصل عندي مشكله في الليفر، الخلايا المسؤوله عن بناء الليفر بالفعل فيهم المشكله في هذا الامر، وهذا الكلام ممكن يكون موجود في ظاهره بسموها سيجمنتال نيورو فايبروماتوسيس، نوع من انواع الديزيز الى علاقه في النيورون بروبلم. جيرم لاين موزايكزم referred in the sperm or egg، قلنا sperm أو egg عند mutation، على الرغم أنه في الأصل ما كانتش في عنا لكن حصلت عنا المشكلة later on، تمام، بهذا الأمر وأدى أنه يصير عندي مشاكل في المستقبل. خلينا إن شاء الله نقف هنا إن شاء الله، بنكمل المرة القادمة في الحديث على برضو حاجة بسموها anticipation. إذا بنلاحظ انه الموضوع شوية بدأ يكون فيه يصير تعقيدات على مفهوم مندل، انه يعني في عنا زي ما كنا نتحدث later on انه عنا unit of inheritance جين على طول بيعطيني بنتقل من جيل الى اخر بيعطيني كاركتر، لا القضية فيها نوع من الفرايتي من الاكسبرسيفيسيتي من البنترانس تان بنترانس، تمام، في عنا ممكن يحصل موزايكزم، هذه كلها تعقيدات ممكن تحصل وتؤدي انه يصير عندي فينوتيب بيكتشر مختلفه. ان شاء الله المره القادمه نتحدث فيها عن الانتسيبيشن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.